السلام عليكم، محمد بن المهدي رئيس الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب. يوم أمس تم تسريب أو نشر واحد الفيديو اللي متعلق بالواقعة ديال الاعتداء أم على الإبنة ديالها بطريقة ديال الكي أو لأنها قربتها من الفران ديال المنزل من أجل التربية ديالها أو التهديد ديالها أو معاقبة على واحد السلوك اللي قالت بأن البنت كتاكل الخنونة والدفرين ديالها، وعلى أساس ما قالت للبنت الصغيرة حديث ديالها مع دردشة بسيطة بالحضور ديال الأب بأن الأم عيات ما تهضر معها دير تقول لها دير ودير ودير، على أساس ما توصلش الخوتة الصغارين توأم. هذاك السلوك اللي بالنسبة للأم راه معيب ومشين، ولكن هذا لا يمنع أن تطبيق القانون. علاش؟ لأن الطريقة باش عذبتها وطريقة باش عنفتها يستحيل أن أي إنسان ممكن يتقبلها. ماشي أن ثلاث سلوكات ما كاينش في الأسر المغربية، كاين ما أكثر من ذلك، كاين الاغتصاب وكاين التهديد وكاين حتى الاعتداءات الجسدية. ولكن القانون مادام أن هذا الفيديو خرج، أكيد النيابة العامة ولا السيد الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بطنجة غادي يدخل في الخط وطبقا باش يحرصوا على تطبيق القانون. الشرطة القضائية حسب آخر المعطيات تم الوضع المعنية بالأمر تحت الحراسة النظرية، ربما 48 ساعة، ربما 46 ساعة، ربما 72 ساعة. أكيد المجريات ديال البحث في القادم من الأيام غادي يبين شحال بالضبط ممكن تبقى السيدة هذه تحت الحراسة النظرية. بالنسبة لنا حنا كجمعية حقوقية نطالب بتطبيق القانون طبقا للفصول الجنائية، على أساس أن مثل هذه السلوكات الأسر المغربية ترد بالها منه وتحاول ما أمكن أن تتفادى العنف في التربية ديال الأطفال ديالها. لما لا؟ علاش؟ أن ماشي العنف هو السبيل الوحيد، كاين واحد المجموعة ديال العقوبات البديلة اللي كيلجأ لهم ممكن الأب، وهذا لا يعني بأن أي أب عنف ولده أنه ما كيبغيش. وثاني حاجة، ماشي أي واحد عنده ولده يدير فيه اللي يبغى. هو بالنسبة للنشر ديال الفيديو في التوقيت هذا، وكنأكد أن الواقعة كانت في أبريل 2020 وحنا دابا نوفمبر 2020، يعني 7 شهور ولا 8 شهور، هو سؤال في حد ذاته. وكيبقى أن هاد السلوكات كما قلتي، واش فعلا هو سلوك شاد معزول عن السلوكات المغربية داخل الأسر، أو لا غير النشر ديالو والتفاعل ديال الفيسبوكيين على مستويات عدة مغربية وخارج المغرب هو اللي أعطى هذاك الزخم الإعلامي اللي يشكل واحد الضغط على جميع المؤسسات المتدخلة في هذه القضية، وبالتالي التسريع في تطبيق القانون واحتواء الملف. قبل ما تخرجوا شاركوا معنا على قناة 8 مارس وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.